مع بعض. بالجوز يا رجاله لحمول وجماله. ابو محمود الرجاله خد حته محترمه بيض ان شاء الله. رجاله اهي حاجه بدات تكبر اهي. الصلاه على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه احنا في الحمول طالعين للحداف كده. العود بتاعنا الحداف يا جماعه 4 متر ونص اهو. في عود تاني اهو بس لسه ما اتفردش، لان ما فردش العودين غير بالليل، لان طبعا النهار كده هيخش معاك كراكير وقرموط يعني بظروفها. نازلين طعمه يا جماعه. اي حد عايز يجي صيد حداف اقل العود، اقل عود معاك يبقى 63، 4 متر ماشي، 93 ماشي، 4 ونص ماشي، هيشتغل معاك. لكن لو عندك عدة صغيرة ولا حاجة دي بشتغل على الكباري. المكان ده يا جماعة طبعا الحمول، طبعا بنرمي العود مرمي اهو، وبنرمي ونشنق ايه في تلت الماية اللي يمتك وبتنزل طعم. الخيط بتاعنا أقل حاجة في الحداف 40، وبتقل 10 في الرمال. أنا شغال ب40 و30 رمال، أنت ممكن تشغل ب50 ومثلا 40 رمال، بس كل ما الخيط يكبر بتكبر المكنة شوية عشان الخيط ما ينطرش مع المكنة. معنا ايمن اهو بياكل اهو. حبيبي ايمن تعال كل. والنهارده يا جماعه باذن الله نعمل لكم فيديو حلو. الحمول يا جماعه كفر الشاي. معانا نقره اهي، غمزه اهي، بس ما نشوفها كده اهو. ده كركور، ده بالليل بقى البياض بيخش معاك بتلاقي الغمزه شديده عن كده كتير قوي قوي، يعني بتلاقي الشده غشيمه، لكن الكركور بيقعد ينقر معاك كده. حلاوة شغل الحداب بالليل مش بالنهار. سمك معاهم قد على وش المية، كل ده سمك معاهم على وش المية اه، كل ده بلطي معاهم. يلا يا جماعة تابعونا واللي هيجي هنصوره بإذن الله. أول رزينة يا جماعة دقماك صغير اه، هنزله تاني حجمه صغير حرام نقطه. ده أول رزينة. طبعا جبنا كراكير كتير بس ده اول رزينه، يعني ده اميك، ده دقماك صغير هنزله تاني ايه عشان حرام ناخده حجمه صغير. معانا بدر رجاله بالصلاة على النبي اهي، حته حلوه ان شاء الله اهي. رجاله خد ابو علي صور كده، هات تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى 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 هنا. الصلاة على النبي رجاله، دي مسنوده شويه. ديت يا جماعة دقماك كلت ما ماشي يا ابو علي، ماشي ابو علي رجالة. خد له حتة عسل اهي، دقماك يا رجالة، المية دي كلها دقميك. ايش طب علي يلا حتة عسل ابو علي، معاه بيضة حلوة رجالة اهو. على مهلك ارفع، جاي دخل على الغماز، ارفع على مهل، قصر الوقت شوية بس خلي بالك بس من الشجرة. تعالى الصلاة على النبي، خد يا نجم امسك، امسك مصورك بيه ان شاء الله. رجالة اهي حاجة بدأت تكبر اهي. الصلاة على النبي، دي بيضة رجالة مش دقماك، دي بالغماز من جنب الشط الغمازة. شغالين غماز وحداف. ايش طبعا عسلية. يلا ماشي كده معايا حتتين جوازة رجالة اهو. كده جاي عندك حسب 600 اهو رجالة، كده جاي عندك اه. طلع على النبي جوازي للجد، بياض بالجوز. ادي ورا كده صورك دي، استنى ادي ورا عشان يبقى حرام لك. في زمان في زمان. طلع على النبي تعالى هنا، تعالى صور صور صور. يا دي الحلويات، يا بالجوز يا
يا رجال بالجوز اهو، تعالى ليه بالجوز، الله العظيم يا جماعه اهو، دي اماجه ودي برضو دي اماجه، ده اميك بالجوز بالجوز يا رجاله، الحمول وجماله. طلع على النبي رجاله كركرين بالجوز اهو، قلت اصورها لكم طبعا، كركيره بالجوز يا رجاله. عسل جواز كراكير ابو علي رجال، كمان حته ديت بياضه دي ماشي. يلا غير ابو علي رجاله، خد له قرموطه، المايه فيها الخير كله، قراميط بولت بياض تاميك اي حاجه موجود اهو رجال، حته ما شاء الله عليه يجي نص ماشي ابو علي. يلا اصلع نبي رجاله، كمان حته اهي بياضه زي الفل اهي، او دوق اماج لسه ما شفناهوش. صلع النبي رجاله، المايه مليانه خير، دي دوق اماج يا رجاله، دوق اماج حته ما شاء الله عليه. الطعم يا رجاله شوف التطعيمه عامله ازاي، عنكب عشان تاخد الحلو ده، هو هنا بيشد شده جامده يعني، رشيم قوي في اكله. كمان حته يا رجال، النهارده يوم البياض العالمي، جايبه لي حوشه معاها بس كويس انها طلعت اهي. الصلاه على النبي، يوم البياض العالمي ده دوق ماك يا جماعه، دوق ده يا جماعه دوق ماك ان شاء الله عليه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليا. جايب عندك ايه؟ ابو عندك كده؟ باين عندك؟ ايوه باين. صغير زي التاني. يا رجال، الصلاة على النبي. استنى. حته صغيره اهي مش زي التانيه، والله العظيم يا جماعه ضيع مني واحده دلوقتي، شبكه في الزلف ده ضيعتها. حته عسل ماشي، خش على البياض وجماله، خش تعال. لا خلاص اهي، الصلاه على النبي رجال، متعه والله العظيم متعه. دي تاني مرمى رجاله برضك، شغال بعدين ودون حداف. ده يا جماعه اول طلعه علينا في الموسم الجديد. الصلاة على النبي، حته محترم ان شاء الله، بس كده ما صورك بيها. ابو محمود رجاله خد حته محترمه بيض، عسليه يعني بعد الفجر يا رجال، يعني هي بعد الفجر وبتاكل لسه. قشطه غير قشطه، النوم يا جماعة. يلا كمان اطلع بقى، اطلع غير اطلع، جاية بعد ما النهار طلع، تعال اهي والنهار طالع الحمد لله، ما جاتش معايا اني نم خالص النهاردة، مش عايز. ابو محمود يا رجالة، النوم اهي جاي والنهار طالع، النهار ما بحبهاش.